خيرو. أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من 90 دقيقة إن شاء الله تكون حلقة موفقة وأهلاً بحضراتكم مرة تانية طبعاً عندنا مجموعة من الأخبار المهمة والموضوعات المتنوعة وعندنا كمان متابعة لملفات يمكن شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة هنتابع كمان النهاردة زيارة الرئيس أو زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للقاهرة وتابعتها كمان بعد مغادرته القاهرة إلى الأردن، هنتوقف عند مجموعة كمان من الأخبار المهمة المتعلقة بقضية الطالبة نيرة رحمة الله عليها، وكمان آخر ما استجد من التحقيقات، وأيضاً مباشرة النيابة العامة لوقائع الأحداث. هنتكلم كمان عن مجموعة من الملفات المهمة، هيكون عندنا ملف الحج، هيكون عندنا ملف كمان المرض النفسي بعد كمان انتشار بعض الاحداث اللي الراي العام واللي معظمها يمكن مرتبط بشكل او باخر بامراض نفسيه لكن كمان هنشوف رؤيه المجتمع ليها عامله ازاي وازاي ممكن نغير هذه الرؤيه ونستوضح اكثر معلومات قد تفيدنا في التعامل مع المرضى النفسيين كمان. اخبار متنوعه هنتوقف عندها النهارده لكن هنبدا يمكن بالملف الابرز وعشان طبعا ناس كثيره يمكن كانت متأثرة بشدة بقضية طبعا الطالبة نيرة، وخلينا نقول لكم إنه النائب العام النهارده الأربعاء أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما أتهم إليه من أو أتهم به من قتل الطلبة الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الأسرار وهنتوقف عند كلمة عمدا مع سبق الإصرار. وهنقول لكم ده من خلال طبعا بيانات التحقيقات وبيان النائب العام لانه كما جاء في التحقيقات فانه قد عقد العزم والنيه على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها امام جامعه المنصوره وبغتها بسكين وطعنها بها عده طعنات ونحرها قاصدا قاصدا ازهاق روحها رحمه الله لها ربنا يرحمها ويصبر اهلها طبعا قرار الاحاله جه بعد 48 ساعه فقط من وقوع الحادث. كما تم كمان التنسيق مع محكمه الاستئناف المختصه وتحددت اولى جلسات المحاكمه يوم الاحد القادم 26 يونيو. اولا طبعا بنشكر سرعه التحرك وسرعه اجراء التحقيقات وسرعه كمان تحديد جلسه للمحاكمه يوم الحد القادم 26 يونيو يعني اقل من 48 ساعه كان الولد تم احالته الى محكمه الجنايات وانتهت التحقيقات ونقول لكم ابرز ما جاء في هذه التحقيقات ولكن سرعه الاجراءات ربما يهون شويه طبعا ما فيش حاجه تهون على العائله ولا الصدمه اللي اصيب بها كمان صديقاتها وزميلاتها او كل طبعا اللي في جامعه المنصوره ولكن ده ممكن يبرد كمان شوية من النار لدى أهلها ولدى أصدقائها ومحبيها ولدى رأي العام بشكل عام لأنه طبعا كانت حادثة صادمة جدا جدا فده قصاص إن شاء الله يكون قصاص عادل وبسرعة شديدة يهون شوية من الأمور وإن كان طبعا ما فيش حاجة تعوض غياب نيرة النهاردة كمان من واقع التحقيقات هنقول لكم أنه الولد تبين أنه الموضوع ما جاش يعني نتيجة حادثة او تصاعد النقاش فهو تعصب فهو قتلها لا الموضوع ما كانش كده ان الولد واضح ان هو كان بيرتب لده منذ فتره لان كما اشارت تحقيقات النيابه هم استمعوا لشهاده 25 شاهد من الطلاب وافراد امن الجامعات المحلات اللي قدام الجامعه افراد الامن المتعلقين بالجامعه زميلات المجني عليها كلهم تحدثوا انه دي مش اول مره يحدث فيها هذا التهديد بالعكس وده هم عارفين القصه دي وانه ده حصل اكتر من مره وفي مرات تانية حاول يعني وقفها كذا مره او حاول يتعدى عليها بشكل او باخر لانه تقدم لخطبتها وهي رفضت هي والاسره وهو حاول ارغامها على ذلك وهددها لو ما رجعتش عن القرار ده هيقوم بدبحها بس طبعا البنت عمرها ما كانت تتخيل انه ده ممكن يكون حقيقي لكن هو فعلا كان هددها بالذبح في اكتر من مره بمناسبة زميلاتها وهنكمل لكم التحقيقات بس يعني في لفتة لطيفة ده مكان طبعا اللي قتلت فيه وكنا بنقول لحضراتكم بلاش طبعا ان احنا نشير صور الجريمة وصور الجثث ريت بقى خلاص يعني احتراما لروحها وكمان احتراما لأهلها لكن في مكان الحادث ده ممكن يتشير جميل اهو الناس بدأت تحط ورود زميلاتها وأصدقائها في جامعة المنصورة في المكان اللي قتلت فيه وده مشهد حتى بنشوفه كتير في طبعا القضايا اللي بنشوفها كمان في الخارج ده شيء لطيف جدا البعض كمان بينادي ان يتم اطلاق اسمها على مثلا مدرج او على او شارع عند الجامعه، البعض تاني بيقول ان ممكن نطلق اسمها يعني نكايه في القاتل في الشارع اللي بيعيش فيه الولد الناس كلها طبعا يعني عايزه تبرز قدر من التعاطف واحياء لذكرها لان البنت يعني زي ما بيقولوا راحت فطيس نتيجه واحد مجنون او مختل عقليا او بلاش نقول مجنون مختل عقليا انه عشان ما يفهمش انه ده طبعا خارج عن شعوره لا لانه النيابه العامه بتقول انه ما تم كان مع سبق الاصرار والترصد تفرق كثيره في المحاكمه ليه بنقول مع سبق الاصرار والترصد لان هو كمان كان بيتابع مسارها يعني مسار اللي بتنزل كل يوم من بيتها تاخد انهي بس وبتروح الجامعه ازاي وفي يوم مقتلها هو اختار اليوم ده لانه كان متاكد ان هي هتكون في الجامعه لان هي عندها امتحانات فقرر ياخد الباص وراها يعني مشي متعقبها لغايه وصولها للجامعه ثم حدث بقى ما حدث <applause> كمان استندت النيابه العامه في ادلتها لاقرار المتهم هو نفسه بارتكاب الجريمه خلال استجوابه في التحقيقات والمحاكاه التصويريه اللي اجراها في مسرح الجريمه وبين فيها كيفيه ارتكابه لهذه الجريمه فضلا عن ما اسفر عنه تقرير الصفه التشريحيه لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعه وفق التصور انتهت عليه التحقيقات يعني هو كمان معترف وقام بتصوير او طبعا خلال المعاينه التسجيليه قام بشرح الجريمة وإزاي قام بارتكابها كمان خلينا نقول لكم إنه النيابة العامة بتطلق بعض التحذيرات ومنها إنه تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها سواء في تلك الواقعة أو في غيرها إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتاويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائده من وراءها الا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين. ناخد بالنا من القصص دي والتعجل في الالمام بالمعلومات دون النظر الى ما تقتضيه السلامه او سلامه التحقيقات من السريه، الامر الذي يؤثر سلبا فيها ويكدر الامن والسلم العامين ويمس باعراض الناس واطراف الدعوه بغير حق ودون صفه او سند. إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أي من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون يعني من الآخر كده جمهور السوشيال ميديا خلاص ما ما فيش بقى حاجه ان احنا نروح نقول تاويلات وتفسيرات وكل واحد يحط سيناريو وكل واحد يضيف اضافه الموضوع تم بين ايد النيابه العامه التحقيقات خدت مجراها تم استدعاء اكثر من 25 شاهد الزميلات والصديقات و... والافراد الامن و... وكل من له علاقه بالحدث او كان شاهد عليه والنيابه العامه طلعت اهو البيان اللي بيقول فيه المعلومات الدقيقه بدون بقى الحاجه ان احنا نروح لتفسيرات وتاويلات عشان كمان نراعي من الحاله النفسيه للاسره وكمان نراعي غيبه الموت في البنت لانه خلاص يعني رحمه الله عليها ما بقى نروح للتفسيرات البعض وتاويلاتهم وكمان يعني انتهز الفرصه ويعني كما قالت النيابه العامه ما نستغل هذه الاحداث لمجرد أن حضرتك عايز تاخد فولورز ازيد او عايز متابعات اكتر بيقولوا في الواقع دي وغيرها وتكون انت بتسيء الى مجريات التحقيقات وبتسيء كمان الى البنت واسرتها فناخد بالنا من هذه النقطتين كمان بمناسبة الواقعة وقرب يعني إغلاق الملف إن شاء الله بما إن المحاكمة هتكون قريبة وأنا بتوقع إنه الإجراء لأنه خلاص هو يعني هو معترف وكمان التحقيقات كلها بتدينه فهو غالبا هيحكم عليه بالقتل مع سبق الإصرار والترصد مش طبعا لا نتوقع أحكام القضاء ولكن في يعني في الاعم الأغلب مش هيكون اقل من مؤبد باي حال من الاحوال الى الى ما تمش كمان احاله اوراقه الى المفتي يعني كما جرت العاده لكن احنا طبعا لا نتنبأ باحكام القضاء ده هيكون بابين الدين القضاء المصري العادل لكن ننتهز الفرصه من وراء هذه الحادثه اللي يعني اتعبت قلوبنا و... وكانت مثار صدمه لكل المصريين الحقيقة وكمان خدت بعد كمان عربي لانه طبعا الحادثه كانت اكيد مؤثره ومكانها وكل شيء متعلق بهذه الحادثه هو شيء مؤسف الاخر. كل بقى من يبرر هذه الاحداث باي شكل من الاشكال سواء اللي بيضع عليها تبريرات دينيه وانا الحمد لله انه المجلس القومي للمراه اتخذ بعض الاجراءات تجاه بعض الشيوخ اللي لديهم تفسيراتهم الخاصه للدين وهم بيعتبروها تفسيرات صحيحه لكن انا بقول تفسيراتهم الخاصه ليست من الدين في شيء باي شكل من الاشكال لتبرير اي وقائع من هذه الوقائع لا لبس ولا اي شيء الشخص اللي عزم النيه على القتل مش هيثنيه اذا كانت لابسه حجاب ولا مش لابسه غير حجاب بتحقيقات النيابه بتشير انه ده كان مع سبق الاصرار والترصد فالشخص الذي لديه نيه القتل أكيد مش هوقفه هي لابسة إيه؟ لابسة محتشم لابسة حجاب أو مش لابسة حجاب. يعني بالمنطق يعني والعقل شخص عزم النية على القتل، إزهاق روح إنسان، ويقول لك من أحياك من أحيا الناس جميعاً وبيقتل نفسه كأنه قتلها جميعاً، فده شخص أكيد مش في دماغه حجاب ولا غير حجاب محتشمة ولا مش محتشمة متبرجة ولا ولا غير متبرجة، فنتقي الله في أنفسنا أولاً وفي الآخرين، لأنه دي قضية أخرى والتعدي على الحريات الفردية والشخصية باسم مفهوم خاطئ للدين ما بقولش اسم الدين بقول مفهوم خاطئ للدين هو ده مسار كارثي نتمنى أنه ينتهي بكل الأشكال الحقيقة وأنا بشجع طبعا الخطوة اللي قامت بها أو اللي قام بها المجلس القومي للمرأة لأخذ المسار القضائي لمعاقبة البعض من اعتبروا يعني مبررتية لهذه القضية طبعا ام البنت حالة صدمه يعني شيء لا يتصوره عقل يعني محدش كان ممكن يتخيل انه ده كان يحدث باي شكل من الاشكال وفي هذا المكان وفي الجامعه وعلى مرأه ومسمع من الجميع طبعا ما فيش حاجه هتسلك صدرها لكن اتمنى العقاب الرادع وانا واثق انه ده هيتم باذن الله يكون على الاقل يعني نوع من انواع التهوين وربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها ويتغمدها برحمته الواسعه في جنته باذن الله ده الملف المتعلق بنييره رحمه الله عليها طيب زي كمان كل اربع بيبقى عندنا مجموعه مهمه من الملفات والقضايا ويمكن بيبقى في لقاء كمان لدائم للحكومه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكان النهارده هو في اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمه الاداريه الجديده وكان اهم ملف في اجتماع النهارده نتائج الزياره الرسميه التي قام بها الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه لمصر، واشار كمان رئيس الوزراء الى توجيهات الحكومه باعداد حزمه من الفرص الاستثماريه للتعاون مع الالياف بقى التنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالامس، وده في ظل الاعلان عن عزم المملكه العربيه السعوديه قياده طبعا استثمارات في مصر بقيمه 30 مليار دولار خلال الفتره المقبله. كمان الدكتور مصطفى مدبوري أشبه ما تم توقيعه من اتفاقيات مع الجانب السعودي، وصلت تقريبا ل 14 اتفاقية باستثمارات قيمتها نحو 7.7 مليار دولار، استثمارات بنتكلم في قطاعات مختلفة في الأغذية، في الصناعة، في التجارة، في إنتاج الهيدروجين الأخضر في بعض المحلات وفروع الغذاء في مصر يعني استثمارات في مناحي في قطاع الطاقه استثمارات تقريبا في كل المجالات وده بيعكس طبعا زياره وقيمه هذه الزياره المهمه في هذا التوقيت النهارده الأمير محمد بن سلمان غادر القاهره واتجه الى الاردن وبعدها سيتوجه الى تركيا من قبلها كنا شفنا لقاء رئيسي تكلمنا عنه يوم الحد مع ملك الاردن وملك البحرين من متابعتنا طبعا لصمامي امن الوطن العربي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والتحركات اللي بتجري في هذه المنطقه طبعا دي استباقا لقمة كبيره ستعقد في المملكه ستجمع مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق مع كمان الرئيس الامريكي جو بايدن واهميه هذه اللقاءات في هذا التوقيت الحساس طبعا ترتيب الملفات الدوليه سواء سياسيا أو فيما يتعلق بقطاعات الطاقة ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أزمة الغذاء مصر والسعودية دائما هما صمام أمام للمنطقة كلها وتحركاتهم في على مختلف الأصعدة في الفترة الماضية يوضح لك أنه في ترتيبات لحاولة تخفيف الضغط على منطقة وأعباء ما حدث نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ده موضوع نروح لموضوع آخر آه يمكن آه موضوع متعلق آه بالجرائم المعلوماتية والعصر المعلوماتية والأمن آه السيبراني طيب آه هنروح معكم لمصطلح كده يمكن بيشرحه اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية آه في كلمة لي آه بندوة الأمن السيبراني بأكاديمية الشرطة المصطلح هو ايه بقى لانه احنا محتاجين نركز على ده دف... بالذات في ضوء الاحداث اللي بنعيشها وبنشهدها وفي ضوء عصر السوشيال ميديا هو فكره المجرم المعلوماتي ايه بقى هو المجرم المعلوماتي وفي اشاره كمان دكتور مصطفى او دو... اشاره كمان اللواء عاصم الشريف مدير الاداره العامه لمباحث الوسطاء الفنيه قال انه الجرائم الالكترونيه دي تتخطى حدود كل الدول وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الإلكترونية ولديها خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السايبرانية. كمان اتكلم مساعد وزير الداخلية عن ضبط قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدأهلية ودي يمكن القضية الأولى من نوعها في المنطقة ودي معلومة مهمة جدا وكمان تم ضبط عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة ده غير طبعا بعض القضايا زي قضايا مثلا زي لو حضراتكم فاكرين قضية الكركمين والراجل اللي كان مخترع الكركمين وكان بيقوم بترويجه على انترنت على اساس هو حل المشكلات صحية وكده طبعا كلها كانت قضايا شغلت الرأي العام وقاعدين ماشيين عامة احنا يمكن في عصر تزداد في الجرائم الالكترونية ووطئتها وقوتها بشكل كبير جدا نتيجة طبعا الظروف وتغير الحياة بسبب ما فعلته السوشيال ميديا بينا اللي عايز لكم حضار كمان أن التوصيات دي مهمة جدا لأنه كان فيها مجموعة من المواضيع اللي ممكن تساهم في تحسين التصدي للجرائم الإلكترونية زي إيه مثلا زي دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات أي السيبرانية كمان تعزيز دور كل من المجلس الاعلى للامن السيبراني وده كان شكله الرئيس السيسي والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحسابات والشبكات سيرت في تحقيق الامن السيبراني بمفهومه الشامل. طبعا برضو عشان ما نكونش اختزلنا الموضوع لما عن السيبراني مش بنتكلم بس عن جرائم السوشيال ميديا وغيره كل الحاجات اللي احنا اشرنا ليها. لكن الامن السيبراني بيتخذ مفهوم اوسع واشمل فيما يتعلق طبعا بالهجمات الالكترونيه المختلفه اللي قد تصيب بعض المنشات الحيويه في الدول وده اصبح شيء عادي ومعتاد شفناه كتير جدا بيحصل من الولايات المتحده الامريكيه وغيرها من اسرائيل ايران يعني امثله مختلفه كان في اتهامات ايضا بمحاولات التاثير على الانتخابات الامريكيه وهجمات سيبرانيه او تاثير سيبراني يعني اصبحنا بنارة تطور لمفهوم الهجوم السيبراني أو الجرائم السيبرانية أو التأثير السيبراني طبعا على منصات الإنترنت في كل دول العالم وبالتالي كل دولة بتحتاج أن هي تحدث أنظمتها ومنظومتها لمواجهة هذه الهجمات كمان تم الإشارة فيها في الأكاديمية دي إلى إنشاء أكاديمية الشرطة إلى إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنية للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية طبعا التدريب والتأهير المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني وأخيرا وآخر توصية ودي مهمة جدا تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثه. ودي نقطه مهمه جدا لانه حضراتكم برضو احنا في عصر نحتاج فيه الى التوعيه بشكل كبير جدا 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 لانه احيانا كمان بالذات الاطفال الصغيرين او المراهقين بيكونوا هم ضحايا لجرائم هم نفسه مش متخيل ان هو جزء منها. وشفنا امثله بقى كثير سواء بلاك ابتزاز بيحدث احيانا للاطفال والمراهقين وغيرها. عمليات اخرى متعلقه انه بعضهم بينخرط في بعض الالعاب المميته والخطره ويمكن شفنا زي الحوت الازرق وكل الحاجات اللي شفناها مع حضراتكم بعض الالعاب برضو اللي بتقدم يمكن معلومات خاطئه او مضلله او يجعلك انت جزء من لعبه ما تدي انت معلومات معينه يعني كل الاشكال والصور الجديده للجرائم الالكترونيه والهجمات السيبرانيه وما يسمى طبعا يمكن اتكلمنا كتير في النقطه دي حروب الجيل الرابع وغيرها. ده ما يتعلق بتوصيات المهمه لمحاربه المجرم المعلوماتي. دلوقتي هنشوف بقى تقرير محاضراتكم حضراتكم مستقبلين لسه او مستمرين لسه في اكاديميه الشرطه اللي سابلت وفد من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزاره الداخليه الفرنسيه. خلونا نشوف محاضراتكم. أكاديمية الشرطة صرح تدريبي أمني متميز، تحمل مشعل العلم في خدمة الأمن، تستقبل زائرين ومتدربين من مختلف دول العالم لينهلوا من علومها الأمنية وقدراتها التدريبية. في هذا الإطار استقبلت الأكاديمية وفدا من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية. زياره بدات بمركز الدراسات الامنيه والاستراتيجيه وداخل احدى قاعاته تعرفوا من خلال فيلم تسجيلي على قدرات وامكانات الاكاديميه وكياناتها التعليميه المختلفه ودورها في اعداد الكوادر الامنيه محليا ودوليا Nous avons été très par les dimensions de l'école qui est vraiment très importante par le nombre de ces facultés par les techniques utilisées, euh, par l'équilibre euh, entre euh, les techniques de sé sécurité et les questions de liberté, et par la coopération internationale, puisque euh, votre école a un rayonnement qui dépasse euh, le cadre du pays. J'étais extrêmement donc intéressé par la diversité des missions. Bien sûr, les missions de formation initiale des officiers de police, les liens avec les partenaires extérieurs, avec notamment l'université. Intégra le Wafd à la collège des études supérieures et a vu les possibilités d'apprentissage et d'études pour préparer et accueillir les étudiants pour obtenir les plus hautes distinctions académiques.

gestion de crise et en plus j'ai pu voir qu'il y avait un fort المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام استقبل أعضاء الوفد الفرنسي حيث تفقدوا إمكاناته اللوجستية والتدريبية المختلفة ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركين في بعثات حفظ السلام الأممية. Ici au centre de formation pour le maintien de la paix, on connaît combien l'Egypte a un rayonnement international et régional qui est très important, qui est reconnu par la France comme un acteur. في هذه بين جنبات كليه الشرطه انطلق اعضاء الوفد لمشاهده البرامج التدريبيه التي يتم تطبيقها لاعداد الكوادر الامنيه المحليه حيث شاهدوا جانبا من التدريبات العمليه لطلبه الكليه في مختلف ميادين التدريب القتالي المفتوح كما شاهدوا ميادين التدريب الفني على اعمال التخصص الوظيفي <applause> Euh, la qualité des formations, le, les dispositifs techniques et logistiques dont disposent euh, les forces de sécurité égyptiennes euh, pour se former. L'ensemble des capacités que j'ai pu voir euh, laissent présager la possibilité de faire bénéficier euh, à différents officiers français de la formation, de la qualité de la formation qui est dispensée aux officiers euh, égyptiens. أصداء وانطباعات إيجابية بين أعضاء وفد الضباط الفرنسيين عن زيارتهم لأكاديمية الشرطة تؤكد على تميز هذا الصرح الأمني وتفرده في إعداد الكوادر الأمنية وفقاً للمستجدات العصرية حضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة ولسه مستمرين معاكم في موضوعاتنا وأخبارنا المختلفة هنروح لملف آخر وهو ملف مكافحة الفساد على الصعيد الإفريقي ومصر الحقيقة كانت بتبذل جهود كبيرة في هذا المجال وكان اجتمعت كمان أو هنقول لحضرتك كان في كمان المنتدى مكافحة الفساد الأول في إفريقيا اللي حضره كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر بتولي أهمية خاصة لملف مكافحة الفساد والتعاون معاه على الصعيد الافريقي والنتيجه كانت انه مصر بتفوز برئاسه اتحاد هيئات مكافحه الفساد الافريقيه 2022 2025 والاتحاد ده تاسس في عام 2011 وبيضم هيئات مكافحه الفساد في افريقيا في اكثر من 37 بلد. مصر شاركت في الاجتماع السنوي الخامس للجمعيه العامه لاتحاد هيئات مكافحه الفساد الافريقيه. والمنعقدة خلال الفترة من 20 ل 23 يونيو 2022 وكان في بوروندي بعنوان حماية ثروة أفريقيا مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية وهو منظمة دولية مستقلة بتهدف للتنسيق والتعامل بين هيئات مكافحة الفساد بالدول الأفريقية وكمان بتقوم بنشر التطبيق الفعال لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد وكمان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكمان بتقوم بتيسير التعاون المشترك ما بين الدول الأطراف في مجال التحريات وجمع الأدلة في جرائم الفساد وتقديمها لجهات التحقيق. الاجتماع ده كمان تضمن عرض الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2026 ودور وكالات مكافحة الفساد الأفريقية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعه وعرض الموقف الافريقي الموحد بشان استرداد بعض الموجودات واهميه كمان هيئات مكافحه الفساد في تطبيق الخطط الاستراتيجيه لكل دوله على حده غير الدول بقى بتتعاون مع بعضها لكشف مثلا قضايا الفساد العابره للحدود. خلال الفعاليات قام ممثل هيئه الرقابه الاداريه بعرض ابرز الممارسات الناجحه وكمان تحديد الاستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد المصرية والمنعقدة من 2000 أو اللي كانت بتشمل 2019 لغاية 2022. كمان في نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2025. وفازت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد. كمان فازت مالي بمقعد النائب الأول وفازت الكاميرون بمقعد النائب الثاني. كمان وافق الاتحاد على طلب جنوب افريقيا باستضافه الاجتماع السادس للاتحاد في العام القادم. بالمناسبه الاجتماع الرابع احنا في الاجتماع الخامس، الاجتماع الرابع كان في مدينه شرم الشيخ في مصر ايضا في 2019 2020 اعتقد 2019 قبل كورونا على طول. طيب ده فيما يتعلق بفوز بمب... مصر برئاسه اتحاد هيئات مكافحه الفساد الافريقيه مبروك طبعا وده تعميق لدور مصر على الساحه الافريقيه. نروح بقى لموضوع اخر وموضوع حيوي وبيهم كل اسره طبعا ابنائنا في الثانويه العامه بنصلي لهم جميعا ربنا ان شاء الله يوفقهم وتكون امتحانات السنه دي سهلة وبسيطة وميسرة وفقا طبعا للنظام الجديد اللي بيحاول يراعي فكرة أنه الطالب يكون متعلم بشكل حقيقي بناء على الفهم وليس بناء على الحفظ الامتحانات بدأت الأسبوع ده بالمواد غير المضافة للمجموع زي التربية الدينية والتربية الوطنية وأحيانا الاقتصاد والإحصاء طبعا دي بروفة مهمة قبل ما نبدأ الامتحانات الرسمية يوم الأحد اللي جاي آه يعني وفق ما فهمنا كان في بعض حالات الغش القليله جدا اللي تم فيها استخدام آه الموبايل بس هي حالات طبعا قليله لانه آه كنا طبعا كانت في تحذيرات من الوزاره انه ممنوع دخول الموبايلات اي شيء في بلوتوث اي شيء ممكن يستخدم بشكل تكنولوجي يساهم في إيه نقل الامتحانات بشكل او باخر فدي بتبقى حالات طبعا اللي مهرب الموبايل اللي مش عارف معاه ساعه ملاقيه وكلها الحقيقه ما كانش حالات كبيره السنه دي وتم السيطره عليها. الاسئله في كل اللجان وصلت في مواعيدها وما كانش في شكوى من امتحان بشكل كبير يعني. الحقيقه كمان الوزاره بدات الامتحانات بالاخف والاسهل عشان يكون في قدر كمان من التدريب قبل ما نخش على الجد والتقيل. على اي حال هي تجربه جديد يعني جديده علينا يعني فيها طبعا استنادي بعض الاضافات فيما يتعلق بالبابل شيت والاختيار من المتعدد وبعض طبعا ال ال الاشياء اللي بتقيس الفهم واللي يمكن محتاجه بعض المهارات تدرب عليها الطلاب على مدار السنه وان شاء الله تؤتي ثمارها يعني في الثانويه العامه السنه دي انا معايا الدكتور عاصم عبد المجيد حجازي استاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكليه الدراسات العليا للتربيه في جامعه القاهره اهلا بك يا دكتور منورنا اهلا بحضرتك يا استاذ اسامه يا استاذ حسام وكل أهلا الساده المشاهدين اهلا بحضرتك شايف ازاي شكل امتحانات الثانويه العامه هذا العام ايه الجديد او ايه المختلف في وجهه نظر حضرتك يعني أنا شايف إن وزارة التربية والتعليم الآن مستمرة في تطبيق الخطة التي وضعتها لتطوير التعليم المصري يعني يمكن لما ظهرت مشكلات تتعلق بالامتحانات الإلكترونية تتعلق بالسيستم وسقوطه في بعض الأحيان اتجهت الوزارة لامتصاص حالة القلق والخوف عند الطلاب لتطبيق نظام البابل شيت وهو نظام الحقيقه بيجمع ما بين مزايا النظام الورقي القديم وما بين نظام الالكتروني اللي كانت الوزاره بتطمح لتطبيقه في كل السنوات الدراسيه واكتفت هذا العام بتطبيقه في سنوات النقل وده لان حاله القلق مع شهاده الثانويه العامه بتكون اعلى لكن في سنوات النقل بتكون اخف فهنا امكانيه يعني تجريب هذا النظام مع طلاب النقل والتاكد من يعني قدرته على ان الطلبه تقدم الامتحان في ظله وفي كفاءه كان هو ده الداعي ان نظام الامتحانات الالكترونيه يطبق على سنوات النقل ولكن برضه يعني عشان ما يبقاش في حاله من القلق عند الطلاب لان الطلاب بيبقوا خايفين دايما في الامتحانات الثانويه العامه من وراء السيستم وطبعا ده هيسبب لهم حاله من الارتباك والقلق هيأثر على تحصيلهم وعلى اجاباتهم فاثرت الحقيقه وزاره التربيه والتعليم ان امتحانات الثانويه العامه في الشهاده الثانويه تكون بنظام البابل شيت وبنظام الاختيار من متعدد وده بيضمن قدر كبير جدا من الموضوعيه والدقه في تقدير نتائج الطلاب علشان ما نفاجئش بعد انتهاء الامتحانات بان طالب له درجه او درجتين والتظلمات اللي كانت بتحصل زمان لما كانت الاسئله بتكون مقاليه ولا يتم تقديرها بصوره دقيقه ولا يتم تقديرها بموضوعيه. امم طيب من واقع التجربه وبرده قبل ما نخش بقى في الجد لحد انت عارف حضرتك طبعا اولياء الامور على طول قلقانين ومع اي تغيير بسيط دايما بتبقى في حاله قلق. حضرتك رجل تربوي فاضل وليك خبرتك الكبيره إزاي ممكن نطمنهم بالنسبة لامتحانات السنة دي؟ الحقيقة يعني بداية يعني نشير لحالة القلق إن إن القلق حالة يعني طبيعية ولكن لا ينبغي طبعا إن هي تزيد عن حدها. والقلق من الامتحانات ده لوحده حالة والقلق عموما من أي تغيير أو تطوير ده حالة أخرى يعني إحنا القلق هنا مركب. إن في حاجة جديدة بتتجرب زائد موقف الامتحان نفسه بيثير عند الطلاب وعند أولياء الأمور بالطبع حالة من القلق خاصة إن الثانوية العامة هي يعني في ثقافتنا وفي عرفنا هي اللي بتحدد مستقبل أبنائنا. يعني عايزين نقول إن حالة القلق البسيطة العادية ماشي مقبولة لكن لا ينبغي أن يزيد القلق عن حده. الاجراءات اللي بتتبعها وزاره التربيه والتعليم هي في مصلحه الطلاب بالتاكيد وبكل تاكيد والهدف من الغاء الاسئله المقاليه والاعتماد م. فقط على الاسئله الموضوعيه هو ضمان ان ابن حضرتك ياخذ حقه كاملا دون يعني ظلم دون ان يتعرض لانتقاص من حقه لاي سبب من الاسباب. الأسئلة المقالية كانت بتخضع ومعلوم لدى يعني المختصين في القياس والتقويم أن الأسئلة المقالية تخضع للعوامل الذاتية العوامل الذاتية مش هنتكلم مم. طبعا منها التقدير عن عن طبعاً المصحح طبعاً. بالضبط لكن يعني دلوقتي هو واحد زائد واحد تساوي اثنين هو اختيارك صح اختيارك خطأ بالضبط وكمان البابل شيت بيصحح بطريقة آلية عن طريق الماسح الضوئي والكمبيوتر فلا تدخل بشري أثناء تصحيح البابل شيت وهنا بيجمع يعني ما بين مزايا الاختبار الالكتروني ان مفيش تدخل بشري في تصحيح الـ الـ ورقه البابل شيت. ودي حاجه تطمن الطلاب ان مفيش ظلم هيقع على ابنائهم. زائد ان امتحان مثلا زي امتحان اللغه العربيه ممكن يصححوا لو في اه لو لجانا للتصحيح اليدوي لو الطالب يعني اتلف ورقه البابل شيت بانه مثلا استخدم الكوريكتور وخلافه. فده مش هيخلي الورقة تتصحح بطريقة عالية لكن هتتصحح بطريقة يدوية وفق مفتاح التصحيح في الحالة دي ممكن يعني مدرس الفيزياء يصحح ورقة العربي مفيش مشكلة خالص لأن المفتاح التصحيح بيقول لي إن الخيارات الصحيحة إيه وبمشي عليها والموضوع بمنتهى الدقة وبمنتهى الحيادية وقدر كبير جدا من تكافؤ الفرص <applause> يعني أنا عايز أقول للسادة أولياء الأمور لا داعي للخوف ولا داعي للقلق هذه الإجراءات اتخذت أساساً لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية والدقة في تقدير الدرجات للطلاب جميل جداً يمكن, يمكن لو كنا اعتمدنا على الأسئلة المقالية كما كان الحال سابقاً يعني كنا بنواجه الحياه كثير آه جدا أو نروح يعني بقى اعاده تصحيح وكل واحد يقول لك لا ده انا حليت كويس واتظلمت في المحاكم و... كمان يعني اه وكانت بتوصل لقضايا في المحاكم ويعني ومسائل ك... يعني كثيره لا تنتهي ده غير الفهم بقى يعني انت يعني موضوع اسهل بس ايه معتمد على الفهم اكتر يعني انت بتختار في النهايه حتى اسهل من كتابه المقالات الطويله والدش اللي كنا بنقعد ندشه زمان فده اسهل لكن بيقص يعني فهمك انت لو فاهم صح هتعرف تجاوب صح. لا احنا احنا طيب. ربما نجد عالما كبيرا في وكاله ناسا للفضاء لكنه لا يستطيع كتابه نقاط. فدي قدره يعني يتميز فيها الناس ولا تفرق ما بين الطالب اللي حصل تحصيل جيد والذي لم يحصل تحصيلا جيدا. لذلك احنا عندنا مخرجات تعلم محدده. احنا بنسعى لقياسها عند الطلاب. التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. أوه. زمان كان بيبقى الحفظ آلي على طريقه ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يسهل على الاشتعال آه. يعني حفظ آلي انا مش فاهم انا انا حافظ ايه لكن دلوقتي لا احنا دلوقتي عايزين اللي سعادتك تحتفظ بيه في الذاكره تكون فاهمه يعني ال ال الفهم يعني آه هو الذي يسهل عمليه الحفظ ومفيش عندنا حفظ بدون فهم ثم ننتقل الى مستويات اعلى احنا كان اقصى ما نستطيع ان نصل اليه في النظام التعليمي القديم هو الفهم يعني كان ممكن نصل الى مستوى الفهم يعني كمخرج من مخرجات التعلم لكن لا نتعدى في النظام الجديد وصلنا الى مستويات اعلى زي التحليل والتركيب والتقويم ويسبقها بالطبع الطبي جميل جدا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عاصم عبد المجيد حجازي مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكليه الدراسات العليا للتربيه جامعه القاهره شكرا جزيلا نروح لخبر اخر، خبر مهم هيساهم بشكل او باخر في تحسين اجراءات مكافحه الفساد والكسب غير المشروع والتيسير كمان على من يتقدم ببلاغ وحمايه سرير بياناته. ازاي ده؟ من خلال ما اقترحه المستشار عمر مروان وزير العدل إن نوجه بسرعه العمل على ايجاد قناه الكترونيه يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوى عن بعد الى جهاز الكسب غير المشروع والتي تكون متعلقه باعمال احكام قانون الكسب غير المشروع لرقم 62 لسنه 75 المعدل. طب ده ايه؟ ده هيسر على المواطنين وهيرشد الوقت والجهد والنفقات وكمان حمايه للمبلغ وسريه البيانات واسراعا كمان لوتيره الاجراءات القضائيه لما حضرتك تروح نيابه او لو انت مش عايز تدخل نفسك في تفاصيل او انت عايز تبلغ عن شيء ومش عايز يتم ذكرك او يتم رصدك بشيء يعني طبعا ده كله هيساهم في تسريع كمان الاجراءات وانت من مكانك تبعت القضيه والقضيه لو فيها ملابسات هيتم التحقيق فيها والوصول الى نتائج وانت قاعد في بيتك ومش محتاج حتى تروح للقضاء او التحقيق او غيره. رقم الهاتف اللي هيتم تخصيصه هو 015 ممكن نكتبه برده على الشاشه 015 51 955 900 وده في كمان واتساب ممكن تبعت من خلال الواتساب بتاعك فده ايضا خبر ايجابي طيب موسم الحج اتكلمنا فيه بشكل يمكن معمق يوم السبت والحد اللي فاتوا طبعا بنتمنى لكل اهلنا السنه دي ان شاء الله يكون موسم حج ميسر وسهل وحج مبرور وسعي مشكور باذن الله. النهارده وزاره الصحه والسكان كشفت عن الاشتراطات الصحيه الخاصه بسفر الحجاج لاداء مناسك الحج وهي الحصول على شهاده كيو ار تفيد بحصولك طبعا على تطعيم كورونا وكمان الجرعه التنشيطيه من مراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات طب ايه كمان الشرطات المطلوبة من كل حاج واستخراج شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض من مستشفيات وزارة الصحة اثنين شهادة التطعيمات ضد التهاب السحائي وشلل الأطفال ثلاثة تطعيم الإنفلونزا اختياري ده الإنفلونزا مش كورونا كورونا إلزامي فدي برضو حاجات لازم نقولها ل. طبعا حجاجنا ربنا يوصلهم بالسلامة طيب موضوع آخر الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء اللي بنعدي عليها كل شوية في صلاح سالم دي أنا بحب أبص عليها كل شوية يعني أعلنت النهاردة هذه الساعة عن وصول عدد السكان مصر بالداخل كام 103 مليون و500 الف نسمه بزياده قدرها نص مليون نسمه خلال 120 يوم نص مليون نسمه خلال 120 يوم نص مليون نسمه دول يعني اعداد سكان دول يعني اللي هو بس اللي احنا زدناهم دول في 120 يوم دول اعداد سكان دول احنا عاده بنزيد بمعدل الان ما يقرب او فوق ال 2.5 مليون في السنه عدد السكان سجل لغايه دلوقتي في الداخل 103 مليون نسمه لغايه 22 فبراير اللي فات، وجت محافظه القاهره على راس قائمه اعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، بلغ عدد سكانها 10 مليون نسمه. يعني 10 مليون نسمه دول حضراتكم عارفين لو نتخيل يعني مثلا اكثر من عدد سكان 22 دوله اوروبيه مجتمعين. يعني مثلا تقريبا تقريبا اكثر من عدد سكان ما يقرب من عشر دول عربيه عايشين في القاهره فقط ارقام الحقيقه مفجعه ودايما تخلينا نتوقف عندها ونتامل هنشوف احنا رايحين فين وهنوصل كام يعني نص مليون نسمه في اقل من ثلاث شهور رقم ضخم طبعا انا معايا الدكتور عمرو حسن الخبير في مجال السكان اهلا بحضرتك يا فندم منورنا اهلا بحضرتك مساء الخير هنعمل ايه في الموضوع ده يعني نص مليون في 120 يوم يعني اربع شهور تقريبا اقل يعني اعتقد انه معدلات ما زالت في ارتفاع يعني كل شويه المعدل بيزيد وبيزداد سرعه. تعالى نبدا الاول بلغه الارقام نقول ان احنا يوم 22 فبراير كان عدد سكان مصر كنا 103 مليون احنا النهارده 22 يونيو بقينا 103 مليون و500 الف يعني احنا بالظبط في 120 يوم او في اربع شهور زدنا نص مليون نسمه يعني دايما بنقول ان الزياده كبيره وعاوزين دايما ناكد على حاجه نقول هو السكان هو واحد من عناصر القوه الشامله للدوله بس المبدا ده مش مطلق المبدا ده مشروط ان الزياده السكانيه ما تتجاوزش قدره الدوله على توفير الخدمات بالجوده المناسبه وعلى ان الزياده السكانيه ما تاثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه زي الميه زي الطاقه زي الارض الزراعيه وان الزياده السكانيه دي يبقى متناسبه مع قدره الاقتصاد الوطني اللي بيحصل ايه انت عندك الزياده السكانيه في مصر مأثرة ما على نصيب الفرد من الموارد الزياده السكانيه ما فيش تناسب ما بينها وما بين قدره الاقتصاد يعني احنا محتاجين تعمل ايه انت محتاج تزود معدل النمو الاقتصادي اكتر من كده ومحتاج تقلل معدل النمو السكاني عن كده يمكن دايما السيد الرئيس بيتكلم حط رقم واضح قال لك المواطن في الشارع عشان يحس بثمار التنمية الاقتصاديه أنت عاوز في السنه كلها يزيد 400000 حضرتك متخيل ان احنا بنتكلم في اخر اربع شهور زدنا نص مليون وسياده الرئيس كان بيتكلم انك عاوز في السنه كلها يزيد 400000 فبالتالي عندنا مشكله اه عندنا مشكله ويمكن ده احنا كده متخيل السنه دي هنكسر معدل يعني احنا في اربع شهور نص مليون يعني 12 على 4 يعني هنزيد مثلا 3 3 مليون السنه دي بدل اثنين ونص السنتين يعني اللي, اللي فاتوا صح؟ تهيأ يعني اللي... اه هقول حاجة احنا السنه اللي فاتت ولدنا حوالي 2 مليون 2 مليون و 200000 الف لما شلنا منهم الوفيات كنا زدنا حوالي قرب المليون و 700000 الف هو غالبا السنه دي هنعمل معدل زي السنه اللي فاتت بس النقطه اللي عايزين ناكد عليه ايه ان معدل عالي زي السنه اللي فاتت عالي زي السنه اللي قبلها عالي يعني انت عندك المشكله في مصر مش ان المعدلات بتاعنا لا هو المعدل الزياده بتاع كل سنه انت لسه مش قادر تتحكم فيه بالطريقه اه المناسبه، يعني انت دايما عاوزين ناكد على ايه؟ الملف ده اللي هو ملف الزياده السكانيه احنا ورثناه من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورثوا من الجيل اللي قبليه. عم احنا اطفال والله. بنروح حضرتك كلنا كلنا كتير بكتب عليه مواضيع تعبير في وانا في ابتدائي <applause> <applause> انا فاكر والله. والجيل اللي قبلينا ورثوا. حان الوقت دلوقتي واحنا بنتكلم على الجمهوريه الجديده. واحنا رايحين عاصمه اداريه جديده ان الملف ده ما نورثوش للجيل اللي قبلنا يعني احنا بنقول ان الدوله المصريه فتحت الملف ده سنه 1965 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسره انت دلوقتي في 2022 يعني انت الدوله المصريه فاتحه الملف ده بقى لها 57 سنه النجاح الحقيقي مش ان انت تتحكم في الزياده السكانيه النجاح الحقيقي ان انت يجي عليك وقت تقفل هذا الملف وما تتكلمش فيه تاني اقدر اقول لحضرتك ان في دول كثيرة ابتدت معانا في الستينات قفلت الملف ده من 20 سنه يعني لو انت قدرت تقفل الملف ده دلوقتي وتتحكم في الزياده السكانيه انت متاخر على الاقل 20 سنه فبالتالي نقول الدوله المصريه في اخر 8 سنين بتحقق انجازات في كل الملفات يعني لما تشوف الملفات زي ملف الاسكان م. والمزارع اللي بتتبني والمدن الجديده والمدن الذكيه اللي بتبنيها بتطير في كل الملفات ما هذا طب, الملفات طب الدكتور طب اسال حضرتك سؤال يعني برضو عشان نبقى فاهمين هو الزياده يعني برضه بتزداد لانه احنا احنا ان احنا كسرين 100 مليون لكن المعدل نفسه معدل الانجاب مقلش يعني احنا طبعا الارقام كل مدى ما هتزيد غصب عنا لانه احنا كترنا لكن المعدل الانجاب نفسه بالنسبه للأسرة مقلش شويه بس كل الحملات دي وكل الحديث ده في كل وسائل وكمان حديث الرئيس اكتر من مره والحملات في كل حته لكن يعني التاثير يبدو زي ما احنا حابين برضه هو في تحسن في تحسن بس احنا بنشتكي ان التحسن بطيء التحسن آه. ما اثر على قدرتك يعني احنا زي ما قلت لحضرتك الدوله تسير في كل الملفات التانية انت قاعد تبني كل يوم وتزرع كل يوم بس ايه اللي مأثر عليك الزياده السكانيه لا زالت مرتفعه جدا احنا بنقول في تحسن بس التحسن بطيء يعني احنا مثلا قلنا ان في 2013 2014 ولدنا في السنه دي ساعتها 2 مليون و700 الف انت السنه اللي فاتت ولدت 2 مليون و200 الف في تحسن يعني عدد المواليد اللي بتولدهم كل سنه بيقل بس احنا لا زلنا بنقول ايه انت اللي بتزيده او اللي بتولده لسه لا يزال هو عدد كبير لا زال متحرك السيد الرئيس بيكلمك انك الطموح الطموح هو السيد الرئيس حط رقم واضح جدا قال لك احنا في السنه عاوزين نزيد 400 الف انا بحكي لحضرتك ان انت في السنه في اخر اربع شهور زدت نص مليون يعني بالظبط ما هو ده اه فبالتالي نقول ايه؟ ما هو اربع شهور والسنه 12 شهر فما تحسب 12 على 4 يعني اربع شهور يعني احنا متوقعين كام؟ 3 مليون السنه دي ولا إيه؟ لا لا هي بتبقى اقل ما حضرتك ما احنا اربع شهور في ثلاثه فاحنا لو قلنا اه اه معلش انا اللي حسبت غلط <applause> احنا هنعمل حوالي الزياده آه. السكانيه حوالي مليون و600 الف او مليون و700 الف وده نفس الرقم السنه اللي فاتت يعني انا بقول لحضرتك احنا غالبا اقل سنه بقى ولا اقل شويه بقى؟ ممكن يبقى اقل بس حاجه بسيطه يعني انا يعني بحاول ادور على اي بسيط اعمال <applause> هو بنقول طبعا يعني عوامل النجاح موجوده يعني يمكن طبعا اهم عامل نجاح ولا رغبه سياسيه في بس يتبقى دايما بنقول ايه القضيه دي محتاجينها طول الوقت اللي بفكرينها يعني ساعات انا بقول <applause> مشكلتنا في مصر القضيه دي موسميه بنفتكرها لما السيد الرئيس يتكلم بنفتكرها لما نزيد مليون جديد محتاجين طول الوقت ان الاعلام يركز على القضيه دي محتاجين خطاب ديني معاصر دايما ياكد للناس ان انت قد يكون طفلين متربيين كويس متعلمين كويس افيد وابرك لبلدهم ولدينهم وعيلتهم من ثلاثه او اربعه غير متعلمين او صحتهم ضعيفه محتاج في مناهج التربيه والتعليم ان انت يا ريت من دلوقتي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي تحط مناهج سكانيه تشرح فكره الاسره الصغيره انا عاوزه تخلق جيل من هو صغير فاهم فكره ان هو لما هيتجوز لما هيكبر وهيتجوز هو مش محتاج بس اللي يجيب طفلين لو 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 اشتغلت على الاجيال الصغيره من التعليم ما قبل الجامعي يعني انت حضرتك عارف عندك في مرحله التعليم ما قبل الجامعي اكثر من 26 مليون طالب تخيل لو دولت شريحه مستهدفه لو تحط في المناهج بتاعتك مناهج سكانيه بسيطه تزرع في دماغ الطفل من وهو صغير فكره الاسره الصغيره حط في المناهج الجامعيه ماده صغيره كده طب ما و... كانت طب ما و... كتف... هو كانت موجوده الحاجات دي في المناهج لا هي انت دلوقتي حاليا, حاليا, حاليا انا بقول لحضرتك وانا وانا في ابتدائي بكتب مواضيع انشا عن السكانيه طب ما هو إيه؟ يعني بقى... هو كان بيجي الحركة موضوع كموضوع تعبير يبدو انه ما فيش حاجه مقصره يعني <applause> هو كان بيجي الحركة موضوع كموضوع تعبير بس انا عاوز ماده ماده لا وكان موجود في في المناهج الدراسيه حاجات صغيره يمكن محتاج تزود الجرعه آه. اكتر محتاج تزود الجرعه شويه احنا يعني دايما بنقول ايه؟ انت في مصر في حرب وعي حرب تغيير مفاهيم مغلوطه قد يكون جوه الدماغ المصريه محطوط فكره ان ان العيال عزوه فكل ما تخلف عيال كتير كل ما العيال هتسدوه محتاج عشان تغير الفكره دي محتاج وعي وطول الوقت نتكلم مع الناس ما هو قد يكون جوه الدماغ المصريه ان مثلا الولد اهم من البنت او احسن من البنت فممكن اللي جايب ثلاثه واربع بنات لسه بيدور على الولد ممكن ي... قد يكون جوه الدماغ المصريه ان العيل هيجي برزقه فايه المشكله ما تخلف عياله ان شاء الله ربنا هيرزقهم بس يمكن حتى السيد رئيس اتكلم فيه قبل كده لما قال ان انت آه العيل اه هيجي برزقه بس العيل اللي عليه عليهم القيامه ما هو ربنا هيسالك هل ترى ابنك ده علمته كويس ربيته شبعته حب وحنان صحته كويسه ولا لا مم. كل ده محتاج شغل محتاج شغل من الاسره محتاج شغل من بالزبط. الدوله بالظبط ومحتاجين بقى نسال نفسنا السؤال ده واحنا في كمان يعني ازمه اقتصاديه ايه واضح ان هي يعني بتتخطى كل الحدود وكل الازمات فانت كمان لازم تفكر كويس الولد اللي جاي في الظروف اللي احنا عايشينها دي هتقدر تعمل معاه ايه طبعا ودي ودي رساله لكل اب يعني لان حتى ما ازمه داخليه يعني العالم كله بيشهد ازمه فانت صيباك صيباك أزمة عالمية مأثرة على العالم وحتى على مستوى الأسرة، يعني كل أسرة مطالبة يعني محتاجين إن أنت الناس حتى وهم في مرحلة الخطوبة بيفكروا والله لما هنتجوز هنجيب الطفل الأول إمتى؟ ما إحنا ممكن نأجل الطفل الأول سنة وسنتين لغاية ما ظروفنا الاقتصادية تبقى أحسن، طب جبنا الطفل الأولاني ما نعمل بقى مباعدة بين الطفل الأولاني والثاني من ثلاث لخمس سنين عشان الطفل ياخد حقه طب جبنا طفلين يبقى نقول طفلين وكفايه و... مش هنجيب اطفال اكتر من كده فالافكار دي كلها محتاجة ان انت تركز عليها فكره ان احنا نتجوز في سن مثالي الناس ما عندكش عندك جواز قبل السن القانوني طب لما نتجوز مش لازم نجيب الطفل الاول على طول ممكن ناخره سنه وسنتين لغايه ما ظروفنا تبقى احسن طب جبنا الطفل الاول يبقى نعمل مباعده بين الطفل الاول والثاني طب جبنا الطفل الثاني نقول خلاص طفلين كفايه كل دي افكار محتاجه طول الوقت ادي نفسك الوحيد. فرصه حتى زي ما قال الرئيس ادي نفسك فرصه الرئيس دايما بيتكلم على الفكره دي ادي نفسك فرصه بالظبط وسيد الرئيس ر... قبل كده قال قال قبل كده هو حق... حد قال لبنته لما جت تتجوز ما تاخري الطفل الاولاني لغايه ما تنبسطوا بحياتكم يعني الافكار دي تدور العيله بقى في التوعيه يعني عشان حتى الاولاد والبنات يطلعوا شبعانين حب يعني نقول ان تربيه الاطفال دلوقتي بقت اصعب يعني دلوقتي حتى لما بتشوف المشاكل اللي موجوده في المجتمع تكتشف ان التربيه بقت اصعب عشان تطلع طفلين سلام نفسيا بيحبوا بلدهم فاهمين. كويس، صحتهم كويسه، عندهم امل في الحياه، عندهم مستقبل اصلا. يعني حتى هي ممكن حد يقول لك مثلا عندي قدره ماديه، هي الفكره مش قدره ماديه، قدره النفسيه ان انت تجيب اطفال تقدر تذاكر تقدر تتابعهم عشان تتاكد ان الاطفال دول لما هيكبروا هيبقوا اسواق يقدروا يخدموا بلدهم ويخدموا مجتمعهم. بالظبط، انا بشكر حضرتك يا دكتور، دكتور عمر حسن طبعا خبير في قضايا شؤون الاسره والسكان. شكرا جزيلا على وجودك معانا والخبر الابرز هو عدد سكان مصر في الداخل 103 مليون نسمه ده لغايه فبراير اللي فات لانه كل ثلاث شهور بيزيد اكتر ملف اخر وزي النهارده كده بالظبط من 1051 سنه في يوم 22 يونيو كان افتتاح المسجد الازهر لاول مره للصلاه والعلم، ومن وقتها والازهر الشريف الحقيقه هو منبر وتاريخ كبير وضخم وعظيم للغايه بدوره كمان الديني وبدوره في نشر العلوم وفي دوره ايضا في قياده المجتمع في كثير من الظروف الصعبه. ولو تحدثنا عن الازهر الشريف هنقعد نتحدث حلقات يعني وحلقات لكنه يظل واحده من قوى مصر كمان المؤثره في مختلف بقاع العالم وتأثيره كمنبر الإسلام الوسطي يفوق كل تأثير الأزهر الشريف كمان كهد المؤسسة العريقة دائما ما بتحدث من نفسها بتعيد كمان إحياء بعض التقاليد العريقة والمفيدة ويمكن بالمناسبة دي قلنا نجيب لكم يعني ملف لطيف جدا يمكن مش كتير بيركزوا عليه لكن رواق الازهر الشريف رواق الازهر الشريف المحمول لتحفيظ الاطفال القران الكريم كان في طبعا احياء لهذا الرواق ودوره كمان متعلق بالاطفال فكاميرا 90 دقيقه كانت حريصه على الوجود هناك ورصدت كمان التجربه اللي هنشوفها مع حضراتكم من خلال هذا الفاصل وهنروح منه من خلال هذا التقرير ونطلع منه على فاصل بعد كده نرجع نكمل بقيه اخبارنا خليكم معانا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بين جنبات هذا المكان وحول أعمدة رواق الجامع الأزهر أطفال من سن الخامسة وحتى الثالثة عشر عاما من كل مناطق القاهرة جاءوا لحفظ القرآن الكريم على يد محفظين من الازهر الشريف وغيره. مبادرة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر، فقد تم افتتاح أولاً 63 رواقاً للقرآن الكريم لكبار السن. ثم بعد ذلك توسعنا بمبادرة كريمة أيضاً من فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني بافتتاح أروقة للطلاب الصغار من خمس سنوات إلى 13 سنه الهدف هو خلق جيل واعي يفهم ما له وما عليه وهذا لا يكون الا من خلال كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الان عندنا الحمد لله يتقدم الى هذه الاروقه ما يقرب من نصف مليون دارس وهذا يعني ان اولياء الامور لهم ثقه في الازهر الشريف وفي توجيهات مولانا فضيلة الإمام الأكبر لا يوجد شروط نحن عندنا من سن خمس سنين إلى سن ثلاثة عشرة سنة يكون خاتم القرآن الكريم ولا يشترط أن يكون أزهريا في المعاهد الأزهرية إنما من أي مدارس في أرض مصر ولا يوجد أي شروط سوى صورة بطاقة الوالد والدراسة مجانية، فتحنا في جميع عواصم محافظات مصر، ثم بعد ذلك قل انا اريد كل بيوت مصر يكون فيها القرآن الكريم، فنفتح الآن في مراكز مصر إن شاء الله وبعد كده في القرى إن شاء الله، والدراسة مستمرة إلى طول العام. تحفيز وتشجيع للأطفال من خلال إهدائهم بعض الحلوى طريقة عملية تؤتي ثمارها سريعاً وتجعل الأطفال أكثر تعلقاً وأسرع حفظاً للقرآن جئت هنا عشان أحفظ القرآن ليه؟ آه عشان يقوى عقلنا عشان ربنا يا يدخلني الجنه ان شاء الله بيدوني هدايا ومبسوط بحفظ قران وباخد واجب وبكتبه في البيت وبحب و... و... القران. على هذا العمل يقوم مجموعة من المحفظين وبشكل مستمر ومتطور واكثر عصرية خضعوا للاختبارات الجادة ليكونوا الان معلمين ومحفظين في الجامع الازهر. نحن نعمل على تخريج هؤلاء الأطفال من هذا الجامع الأزهر الشريف على أن يكونوا علماء المستقبل وعلى أن ينشروا العلم كما نشره السابقون في تجاوب عن من الأطفال لأننا بنعلمهم بالنظام القديم تقرأ والطفل يقرأ من خلفك أكثر من مرة وتقرأ بصورة جماعية وتكتب لأنه ما كتب استقر وما تلي لا يحفظ وبعد كده اللي حافظ الصورة مثلا بيقرأها وبنشجعهم بمنبناية بممكن حاجات خفيفة بحيث يشجعوا إن شاء الله يكون عندهم أقبال يعني. من خلال رواق الجامع الأزهر بالقاهرة وفي كل محافظات مصر تقدم 500 ألف طالب علم لحفظ القرآن الكريم على يد الأزهر الشريف مشروع يعمل الأزهر على إنجاحه بكافة الوسائل وبشتى طرق الدعم عبد الرحمن داود 90 دقيقة قناة المحور اهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة آه واحنا الحقيقة قدام فقرة أنا بعتبرها فقرة في غاية الأهمية. ليه في غاية الأهمية؟ على ضوء حاجتين، الحاجة الأولانية إن احنا شهدنا الفترة اللي فاتت مجموعة من الحوادث المختلفة والجرائم الشاذة والغريبة، ولما تدور وراها هتلاقي إنه كتير منها آه متعلق بأصول نفسية وأمراض نفسية حتى ولو لم يكن مرتكبها يعلم ذلك دي نقطة شفنا حوادث مختلفة منهم حد قتل البنت اللي أمام قبلها قبليها كمان كان في نفس اليوم انتحار شاب رمى نفسه بالمقطورة بال أو بالتريلا بتاعته في الترعة شفنا حوادث انتحار كثيرة كمان هزت الرأي العام في الفترة الماضية والناس كانت دايما بتستغرب ليه دول شباب دول في عز صحتهم دول بيشتغلوا شغلانات كويسة دول ناس عندهم قدر كبير من الثقافة والوعي ودايما الناس بتتساءل يعني إيه العلاقة رغم أنه في علاقة كبيرة الحاجة الثانية أنه في بعض طيور الظلام اللي بيحاولوا بشكل أو بآخر وأنا إحنا مش في معرض معارك شخصية أو ذكر الأشخاص أو أي شيء لكن في أشخاص بتقوم بممارسة دور سلبي جدا يعني إحنا طوال عقود كنا بنكافح عشان نعيد تعريف المرض النفسي ونقول انه ده شيء ليس جنون وليس شيء ونشجع الناس ان هي تروح لان دي ظاهره صحيه العالم كله الان بيتجه الى فكره العلاج النفسي تحت اشراف المتخصصين لانه ده قد يقيق من مشاكل كبيره جدا منها منها بالمناسبه مشاكل الجرائم الشاذه والغريبه اللي بتسمعوا عنها او قضايا الانتحار وغيرها فلما يطلع ناس تقول لك وتربط ده بشكل الحقيقه مسف ومخجل ولا يتسق مع العلم ولا مع ولا حتى مع الانسانيه يقول لك انه الامراض النفسيه دي مرتبطه بالايمان او بقله ايمانك فده شيء مخجل لازم نتوقف عنه ورده رده الوراء لا ليه علاقه بالدين بقى ولا اي شيء ده رده وتخلف عقلي محض جدا فلازم نتوقف عند فكره اعاده تعريف المرض النفسي من خلال العنصرين المهمين اللي اتكلم فيهم ما اعتقدش انه في افضل من الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي والصديق العزيز دايما مشرفنا في 90 دقيقه اللي ممكن نتوقف معاه عند تشريح رؤيتنا للمرض النفسي في القرن الواحد 21 للاسف ما زلنا بنتكلم عن حاجات من البديهيات لكن ادينا مره اخرى بنذكر ونحاول ننشر التوعيه تمام. اهلا بيك دكتور منور نورتنا ربنا يخليك مش عارف ابدا معاك منين بس احنا النهارده هنعيد مره ثانيه يمكن بعض المعلومات اللي حضرتك تراها ابتدائيه وبسيطه ومفهومه لكنه بفضل ناس اخرين بيرجعونا دايما لنقطه الصفر هبدا معاك اولا من فكره انه هل في حد كبير على المرض النفسي المرض النفسي احنا يعني في مقوله تقول ان 8 مليار نسمه من العالم بنسبه 100% جالهم على الاقل نوبه اكتئاب مره في حياته كلنا الناس مش فاهمه هي ايه هو المرض النفسي المرض النفسي مرض عضوي زي اي مرض ولكن الصورة نفسية مرض عضو يعني إيه؟ ببساطة جديدة عشان الناس تفهم إحنا عندنا جوه المخ الخلايا العصبية في مفاصل بينها وبين بعض المفاصل دي فيها حاجة اسمها النواقل العصبية مم. ببساطة جديدة النواقل العصبية دي أنواع مختلفة في سيروتينين دوبامين أندروفين جابا جلوتيمك أسيد هرمونز هورمون. موجودة اللي منها متعلق بالسعاده عشان أو أوصل, اوصل للناس أو... المعلومه بس ببساطه كده ان بقول لهم كان الحجم الكل ليهم سرد. فلو واحد زاد قصاده واحد بيقل. انا النهارده الدوبامين. الدوبامين ده بتاع ايه؟ السعاده والتركيز. سيادتك صاحي مدروخ شويه بتقول انا هشرب فنجان قهوه خليني اركز بعلي سنه الدوبامين. الدوبامين ده حتى ليفل معين مطلوب عشان اركز. لو التركيز ده علي زيادة يبصر أفكار خاطئة بحس أحاسيس خاطئة أسمع ناس أشم ريحة غريبة أسمع ناس بتكلمني أو تشتمني أو تؤمرني أو تعلق على تصرفاتي أشوف حاجات مش موجودة أساسا أحس بحاجات في جسمي غريبة دي كلها بنقول اضطراب في المستقبلات السيروتونين لما بيقل أحس باكتئابيه ده الهرمون المسؤول عن السعاده او احد احد الرضو هو والدوبامين النور ادينين لو علي احس بالتوتريه وهكذا النهارده المرض النفسي قلنا مرض عضوي في الولايات المتحده في فرنسا في انجلترا النهارده في اجهزه رنين مغناطيسي بتشخص المرض النفسي جامعة شمس قسم الاشعه تفضل احد اساتذتنا الافاضل هناك وقدر يطور جهاز ام ار اي موجود في مستشفى الدمرداش وكانت رساله دكتوراه من قسم النفسيه تشخيص الامراض النفسيه عن طريق الرنين المغناطيسي م. يعني موجود في مصر م. يعني اذا المرض النفسي مرض عضوي زي اي مرض اخر ولكن الصوره نفسيه وحتى الان نحن لا نعلم عن الامراض النفسيه اكثر من 1 ل 2% ان لسه العلم م. بيتطور وهنلاقي فيه مفاهيم كتيره م. هتتطور معاه بعد كده واساليب جديده في العلاج احنا لسه م. العلم ماشي فيها. ما كملناش 80 سنه متهيألي حتى 90 سنه كبدايه يعني الاهتمام من ايام يعني من سنه 45 آه. اول مضاد اكتئاب التريبتوزول لما اكتشفوه كان اساسا علاج للسن آه. يعني وبعد كده ابتدوا يستخدموه ليه؟ لانه بيحسن الناحيه المزاجيه وتطور طبعا التطور الفظيع كان من سنه 95 حتى يومنا هذا ولسه النهارده في الأجهزه الحديثه زي التي ام اس ودخلت في علاج الأمراض النفسيه فيه حقاً في حقن لعلاج الاكتئاب سريعه النهارده في الحالات الشديده او العنيفه بدل ما مم. الناس في وصمه جلسات الكهرباء وبتخاف منها مع ان دي امنه جدا وهنتكلم عنها ومفيش خوف منها في النهارده جهاز التي ام اس وهكذا يعني العلم بيتطور في اسعيبه زي السي بي تي والحاجات دي السي بي تي ده نوع من العلاج اللي هو السلوك المعرفي آه. بعيدا عن الادويه لبعض الحالات لبعض الحالات وليس كل الحالات يعني كل حاجه لو اتحطت صح في المكان الصح للمريض الصح احنا بنتجاوز مشاكل كثيره جدا ان كل واحد متخيل ان المريض اللي عنده مش هو اللي ممكن يعمل دي وبيفاجئ أو بيصعق لما يفاجأ إنه عمل مشكلة ما أو تعدي على حد أو قتل حد أو تحرش بحد يقول لك أنا ما كنتش متخيل إنها تيجي وناخد بالنا قوي إن في بعض الأمراض النفسية بتتداخل مع إصابات عضوية في المخ مم. فدائما التشخيص لازم يكون سليم إن أحيانا المريض يعني عمال ياخد أدوية وهي إصابة عضوية في المخ لا الله ورم في المخ أو أي شيء آخر في المخ هو اللي عامل المشكلة النفسية عشان كده بنقول ده مرض عضوي ولكن الصورة م. نفسية زي الفنان الكوميدي الشهير روبن ويليامز اللي انتحر وكان جاله اكتئاب هو كوميدي يعني العالم كله كان بيضحك من وراه واكتشفوا الاخر برضه انه كان تغير في كيمياء الدماغ وكان مصيب بمرض معين هو اللي اصاب تمام طيب من خلال متابعتنا كده لبعض اللي بيدور في المجتمع وبعض الجرائم هل دي تعتبر الجرائم الغريبه مؤشرات ان في ازدياد لفكره المرض النفسي في مجتمعنا بصفة. بدون آه بدون يعني ما نقول بدون امكانيه كشف او كده زي القضيه مثلا اللي شفناها مؤخرا بتاعه البنت اللي تم ذبحها واكتشفنا من تحقيقاتنا يعني ان الولد قعد شهور آه بي وراها 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 وتهديدات اوبسيشن يعني واضح ان هو وصل لمرحله الهاجس او او حوادث الانتحار المختلفه اللي بعضها للاسف شباب متعلم وفي جامعات وفي اماكن آه كويسه يعني و... والناس بتستغرب ليه م. ممكن واحد يقدم على ده فتفسير ايه لضوء الحوادث اللي بالشكل ده؟ اولا الحوادث دي إيه لا تمثل ظاهره م. يعني لازم برضه نتفق بهدوء م. هذه الظواهر لا تمثل ظاهره لان لو قلنا ظاهره يعني 25% من النسبه المستهدفه في الوطن عندهم نفس المشكله م. لا يمثل اي ظاهره احنا لو بنتابع كل يوم كده المواقع الاخباريه بنشوف في امريكا اطلق نار قتلوا 19 قتلوا خمسه مش عارف اطلق نار في فرنسا حصل ف... يعني كل دول العالم عندها مشاكل بالظبط احنا وقد تكون برضه نفسيه م. يعني احيانا كثيره جدا بنلقى ان الم... الم... المشكله اساسا نفسيه لو شفنا المشاكل دي وحطينا عليها كده تركيز ضوئي شويه هتلقى المشاكل دي اضطرابات منها اكتر منها امراض اضطرابات اكتر منها امراض آه. ايه الفرق بين الاضطراب الاضطراب هو الشخصيه في مرض وفي اضطراب المرض ده تغيرات في النواقل العصبيه في المخ هي اللي اثرت على وظيفه الانسان ليه خط سير بدايه ونهايه وليه علاج دوائي م. اما الاضطراب ده نتيجه الشخصيه بتاعت اي انسان فينا تيجي من ثلاث عناصر جزء جيني وراثي جزء في الخبرات الحياتيه وجزء رئيسي وهي التربية الطفل من سن 4 إلى 12 سنة محتاج الأم ومحتاج الأب الطفل في النص التاني من السنة الثانية بيبدأ عايز يركز مع الأب لأنه بياخده هو مصدر الأمان هو المثل الأعلى هو العاطفة الوالد هو اللي بيفخر بيه قدام زمانه لما بيدخل كي ولا ابتدائي تاني ابتدائي دايما الولد يتكلم على الاب ما يتكلمش على الام ان هو بالنسبه له المثل الاعلى بتاعه، مم. انا بابي عمل، انا مم. بابا راح، انا ابويا جه، انا ابويا عمل في كل المستويات. مم. لما بنيجي نفتقد هذا الدور احيانا الافتقاد لعدم وجود الاب او الافتقاد لسفر الاب او الافتقاد للغياب الغير رسمي للاب اللي هو موجود بس في شغله بينزل شغله مم. مرتين وهو محق بيقول لك انا بدور على اكل العيش عايز اولادي يعيشوا في مستوى عالي، عايز ادخلهم مدارس مم. اجنبيه عايز اجيب لهم عايز اشتري لهم كذا مش عايز احرمهم من حاجه بس انت افتقدت الدور العاطفي الاساسي اللي هم محتاجينك يعني انت اعمل كل ده انا ما عنديش مشكله بس يبقوا معاك النهارده اللي مسافر وسايب ولاده ما تاخدهم معاك اللي النهارده اللي بينزل الشغل الصبح وبالليل يا سيدي فضل نفسك ساعه يعني انا امبارح واحد بيقول لي انا ظروفي عايز ابعد عن ولادي لسبب ما قلت له تقدر تديهم ساعه كل يوم قال لا اقدر قلت له خلاص انا كفايه عليا لو انت أر... ابنك بيعمل مشاكل الولد بيعمل مشاكل كتيرة جدا سواء في المدرسة أو في البيت وينط على جهاز التكييف البلكونة في الدور السابع لكم نفسي ده أنت بتكلم في طفل سبع ثمان سنين يعني شوف التفكير بتاعه ينزل ينزل على جهاز التكييف أنا لكم نفسي طفل تاني يبدأ يتعرف بناس أكبر منه في السن تخيل انت طفل مم. عشان والده مش موجود ما يتعرفش غير على الناس اكبر مم. منه في السن بمراحل هو حضرتك مركز على الوالد لانه الوالد الوالد كل المشاكل بتيجي من افتقاد الوالد آه. لان الام دائما موجوده مم. والام بتدي اللي عليها وزياده مم. يعني احنا كل امهاتنا الله اكبر في مصر تعمل دورها لكن من الامر للنفس اه طبعا <applause> فبالتالي والأب طبعا ما نعممش ولكن لا مش مفيش تعميم في اي شيء اي تعميم خاطئ اعتقد حضرتك بتقول الكلام ده لانه برضه الواحد فاهم قراءته انه معظم جذور الامراض النفسيه هي بالطفوله يقول لك اه ويقول لك دي بتبدا من من سن خمس سنين من كمان من اربعه ل 12 سنه آه. كل الجذور بتبدا اه فهنا يعني كل ما حتى اعاني بيه دلوقتي ليه اصل في الطفولة في الطفولة فنلقى الاضطرابات بتبدا في هذه المرحله سن اربعه ل 12 سنه تكتمل عن سن 14 سنه، يعني اضطراب، اضطراب جنسي، اضطراب سلوكي، اضطراب نفسي في الشخصية، في ده شخصية سيكوباتية، ده شخصية وسواسية، ده شخصية دورية، ده شخصية قهرية، ده شخصية نرجسية، ده شخصية مش م. كل وكل دي اضطرابات اضطرابات بتبدأ م. وتكتمل عن سن 15 سنة خلاص هي كده كومبليت اضطرابات الجنسيه ساعات لما بتجي مثلا ترند طلع راجل بيتحرش باطفال راجل مش عارف بيعمل ايه طب ما ده اكتمل عن سنه 14 سنه انت بتدور على الراجل اصل تقول ده إيه؟ راجل ماسك مركز كويس ده مدير مش عارف ايه ده يا اخوانا ما لهاش علاقة. علاقه هي بدات هي اكتملت تماما عن سنه 14 سنه مم. وهي مكمله معاه يعني في الولايات المتحده الامريكيه الجمعيه الامريكيه للطب النفسي قالت لك احنا عندنا نسبه من الناس اللي عندهم تحرش امم نسبة اللي بيروحوا للعلاج النفسي في الولايات المتحدة الأمريكية واحد من عشرة في المية يعني تسعة وتسعين وتسعة من عشرة بيعتبروا ده تشيم إن أنا أروح لطبيب نفسي أقول له إن أنا عندي رغبة للأطفال م. لكن لو الأم أو الأب جابوه بدري وده بيحصل كتير جدا الأم أو الأب لاحظت إن ابنها ابتدى يتحرش بأخوه ابتدى يتحرش بابن خالته بالجيران مش عارف إيه لما بتجيبوا له هو سن 13 14 سنه 15 سنه بينتهي القصه 100% المية فهنا ناخد بالنا هذه الاضطرابات النفسيه او السلوكيه او الجنسيه كل لما تبدا فيها بدري في العلاج هي ثلاث اربع شهور خمس او تسع شهور انتهت قصه الاضطراب كل ما تبدا بدري في العلاج, في العلاج. طبعا طب انا عايز اسال على فكره العلاج دي بس تسمح نروح فاصل سريع اتفضل وبعد الفاصل نرجع نفرق هل لانه لسه ناس بتشوف انه الذهاب للعلاج فيه نوع من انواع الوصمه او الجنون وده شيء غريب جدا في القرن والعشرين بس خلينا نتوقف عند ده بعد الفاصل نرجع نكمل حضراتكم حديث مهم عن الامراض النفسيه والتعامل معها واعاده تعريف كمان ليها في ظل الظروف مختلفه بنشهدها حاليا في المجتمع بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مره ثانيه ولسه مستمرين معاكم في هذا اللقاء الهام عن المرض النفسي على ضوء بعض الاحداث والجرائم اللي حدثت في المجتمع قريب وعلى ضوء كمان يعني محاوله لاعاده قراءه مره اخرى لماهيه المرض النفسي وتعرفنا به وباسبابه وبنشر نوع من انواع التوعيه طبعا عشان احيانا ما بيتسبب اشخاص في بين العوده الى الوراء وكمان تشويه لدور العلم في فكرة طبعا علاج الأمراض النفسية برحب مرة أخرى بالدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وكنا بنتكلم على فاصل عن مجموعة من النقاط المهمة وكنت سأ... عايز أسأل قبل الفاصل عن فكرة ارتباط المرض النفسي أو ذهاب الناس لطبيب النفسي أو غيره برضو ما زال عندنا قدر من الوصمة بأنه أنت مختل عقليا أو مجرد ما خدت دواء يبقى انت كده اه ده راح ده بياخد ادويه وربنا يعينه يعني بص انا عندي مشكله <applause> الالام السابق في فتره معينه كان في الافلام بتتكلم عن المريض النفسي بصوره فكاهيه آه. للاضحاك مش اكتر يعني هو بيدور عليها ان هو عايز يضحك الناس كان عايز يضحك الناس فبي... يعني نوع من السخريه او التنمر على المريض النفسي فده علق في ذهن الناس ان هو ده المرض النفسي طبعا ده مش موجود انا اولا كلمه مجنون انا ما عنديش تعريف مرضي بكلمه مجنون مم. انا عندي امراض اكتئاب عندي هوس عندي فصام عندي مخاوف مرضيه عندي رهاب اجتماعي يعني كلمه مجنون دي مش موجوده طب طب في القاموس الطبي بالتاكيد دي حاجه مم. حاجه تانية ان عندي مشكله وهي مشكله كبيره جدا ان المريض لما بيروح للدكتور مفروض انا طبيب ملتزم بقانون طبي اتعلمته من اساتذتي بيقول لي ان مريض الاكتئاب مثلا ده تاخد العلاج تسعة شهور طبعا مش بنفس الجرعات العاليه اللي بيبدا بيها يعني احنا بنبدا بجرعه صغيره استجاب على الجرعة صغيره خير ما استجابش بتعلي سنه ولكن بعد فتره بتبدا تقلل ست تسعة شهور تقول له انا توقفت نسبه كبيره جدا مجرد ما بيحس انه هو اتحسن وهو خلاص بقي كويس وبقي طبيعي اول حاجه يفكر فيها يروح موقف الدواء ما آه من نفس وده غلط كارثه دي كارثه ان حتى نفس الدواء م. اللي انت خدته قبل كده ممكن ما يستجيبش معاك ممكن تبقى عايز تعلق الجرعات او تغير المجموعه خالص ان هي زي ما قلت لك انا بلعب في نواقل عصبية جوه المخ الموضوع مش سهل انا مش م. بدي علاج مسكن م. انا بدي علاج لنواقل جوه المخ يعني هي الادويه اللي انت بتاخدها حضرتك هتلاقيها مكتوب ماده الفعاله السيروتونين ماده الفعاله دوبامين الماده الفعاله كذا فالنهارده انا لما بجد الدواء ده ألقى المريض غاب ويجي لك شهرين انا كنت كويس جدا ومشيت الحمد لله تقعد اربع شهور بس اتنكست انت كده عرضتني ان انا هطول المده المره الجايه نفس القصه مم. ونفس الاسلوب تلقى المريض بدل ما القصه هتاخد معاه يعني ما احنا عندنا ناس اللي فات بتيجي وتمشي تسع شهور وما تاني والحمد لله الموضوع خلص عدد قليل اللي هو راح ورجع بقى راح للدكتور فلان ونقعد نلف على الزملاء الاطباء كل واحد بيبدا يغير في الدواء، احيانا الناس بتغير حتى من مجرد كلام المريض بنلقى نفسنا بقينا مزمنين بلا اي داعي وهتضطر تمشي على الدواء فترات طويله جدا. يبقى مين اللي وصلني لدي؟ المريض. طب مريض الفصام، مع مرض الفصام ده عباره عن ايه؟ الدوبامين عنده زياده. م. انا بدي دواء ينزل الدوبامين. في ادويه بتشتغل اجونست انت طالعه نازله على الدوبامين، م. في ادويه بتشتغل تنزل الدوبامين. طب انا لما بعمل الكلام ده ما المريض احيانا بتبقى حاجه اسمها بريف سايكوتيك رياكشن هي نوبه وخلصت لما هي نوبه وخلصت يبقى انا بعمل ايه؟ الدواء بنزله بوقفه الحمد لله على السلامه نشوفك في الخير. طب لا قدر الله رجع تاني لا يبقى انت كده هتبقى مزمنه معاك طب ما احنا لو بدانا بجرعه حطينا جرعه صغيره او حقنه كل فتره الموضوع انتهى. م. انا اعتقد حقنه لو بنت هتتجوز بنت هتحمل بنت هتخلف انا ما عنديش معاك مشكله م. هترضعي ما عنديش معاك مشكله هي مثلا حقنه كل فتره او برشامه وجرعه صغيره وحافظنا عليك انسانه بتدي في المجتمع، ما هو انت النهارده العلاج النفسي عايز ايه؟ مريض مش قادر يواصل حياته في المجتمع، مريض اكتئاب، مريض فصام، مم. مريض هوس، انا مش قادر ادي شغلي، مم. يبقى اذا انا في مشكله نفسيه، انا بعالج لك المشكله دي ان انا بخليك انسان فعال ترجع طبيعي، طالما رجعت طبيعي اذا خلاص انت خفيت بالدواء او من غير دواء ده انت اللي بتحددها لي مش انا أوه. دي طيب. نقطه مهمه جدا يعني نقطه مهمه جدا هل المرض النفسي ليه علاقه بالايمان بمدى ايمانك او غير ايمانك بس يا والجدل العقيم ده الحقيقه و لانه ده كمان بياخدنا لملابسات المرض النفسي لانه انا كما اعلم من معلمة الدق يعني البسيطه انه بعضها وراثي بعضها بسبب الظروف يعني مش كل شيء متعلق كمان بدواخلنا يعني المرض النفسي مرض جيني يعني في جينات آه. الشخص الجينات دي في فترتين من العمر بينشطوا فيها هذه الجينات م. اول خمس سنين من العمر اتعرض لمرض عضال سخونيه جامده صفره شديده وهو عنده الجين والدليل على كلامي انت النهارده لما بتيجي اتعرض الف واحد لنفس المثير ضغط لالف واحد م. تلقى رد الفعل المرض النفسي من واحد لخمسه في الميه كافه الامراض من ال من ال يعني عشرة ل واحد هيتصابوا و وخمسين مش هيجي لهم اي حاجه اشمعنا دول تحت هذا المثير تعبوا م. عشان هم عندهم الجين الجين بينشط م. من سن قلنا واحد لخمسة ومن خمسة لخمسة وعشرين م. ودي أكتر فترة بتظهر فيها الأمراض النفسية م. من عشر لخمسة وعشرين سنة تسع. يعني أغلب الأمراض تظهر في هذه الفترة اشمعنا الناس دي بيجي لهم والناس يقول لك ايه ما احنا ما فيش جرايبنا يا دكتور مم. ما عندناش حد في العيله يا دكتور طب دور يا ابني ابن خالد عمتك ابن خالد بالظبط عنده مش عمره راح دكتور آه. ما ممكن ان هو جين متنحي آه. احيانا واحد شرب انا اسف مخدرات ما يقول لك ما انا الف واحد بيشرب مخدرات مش معنى ده اللي تعب عشان هو عنده جين بتاع المرض النفسي فابتدى يظهر عليه اعراض زهانية ناتجه عن تعاطي المخدرات او تعرض اتعرض لضغوط ماديه تعليميه عاطفيه ابتدى يظهر معاه مرض نفسي ده ناتج ان هو ده جيني <applause> فاحنا لما بندي العلاج وبنشوف النتيجه ولنا الولد اتحسن والدنيا بقت كويسه خلاص جو ان. بس ما ترجعش المخدرات تاني هتبقى طبيعة طول العمر هترجع انت حر بقى دي مسؤوليتك مش مسؤوليتي <applause> فاحنا دايما ناخد بالنا يعني حته الايمان وعدم الايمان هي بتساعدنا انا كل ما يكون يعني ايمان بالنسبه لي؟ الرضا بما قسم الله سبحانه <applause> وتعالى كل ما المريض عنده قناعه ان ده ابتلاء من الله ولا من الله هترضى بيه وهتاخد علاجك هتخف وربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لك ايه عقلها وتوكل عاقلها وتوكل يعني خذ العلاج لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جات له الحمى راح ليه للطبيب اليهودي م. يعني انا اسف كلمه بقى اللبس يعني الحاجه عشان مش عايز ادخل في تفاصيل ولا حتى مفهوم الايمان متغير من شخص لاخر يعني يعني منيات يغري إيمانيات حضرتك غير مريض الوسواس القهري اعتقاداتي غير اعتقاداتك مريض الوسواس القهري اغلب م. الشباب اللي بيجنوا وسواس قهري ايه متدينين جدا جدا مم. جدا، ده مشكلتهم الراجل بيقول لك انا وانا بتوضى وانا داخل الصلاه بحس بخوف ورعب شديد من الله سبحانه وتعالى وما بقدرش اكمل الصلاه. او بيقول لك انا بصلي ومع ذلك حاولت الانتحار. تخيل لو انت قلت له لا الانتحار هقول لسيادتك ما لما تقول له ايمانك قليل. مم. يعني انا اسف يعني يموت فيها. مم. ان هو الولد ايمانه شديد فهي طبعا يعني اعتقد الكلمه دي كانت يعني ممكن تكون فهمت خطا ولكن مريض الاكتئاب لما بيجي عايز يروح للانتحار احنا دايما بنقول خدوا بالكم مريض الاكتئاب ده عايش وسطينا مم. اه نتعامل معاه ازاي بقى عشان ده مهم برضو عشان احيانا بتبقى جزء من معاناه مم. المكتئب الناس اللي حواليه بيتعاملوه معامله آه غبيه سوري في اللفظ يعني مريض الاكتئاب هو انسان طبيعي طالما بياخد علاجه فما عندوش مشكله ولكن تيجي احيانا انا مم. لقيت الراجل ده عنده اكتئاب ستي دي عندها اكتئاب ابتدت كلامها يقل حركتها تقل تركيزها وانتباهها ابتدى يقل رغباتها في الحياه ابتدت تفقد الشغف ابتدى يفقد النهارده تيجي تكلمها كل كلامها الحمد لله احنا كفايه لنا كده ربنا كريم والله لو ربنا يعني لقيت حاجه الحمد لله طب يا حاجه اعملي كذا يا بنتي روحي كذا مفيش الرغبه فانا دايما سؤالي مباشر فكره الايذاء الذات موجوده؟ مم. المريض ما بيكذبش ايوه يا فندم موجوده انا حاولت انا لا عندي مثلا الحمد لله رب العالمين م... يعني قادر على نفسي لما بتيجي تشوف مريض انتحار وهو كاتب جواب الانتحار كله تقرب الى الله ما فيش بعد عن ربنا خالص هو بيقول انا يعني انا شايف ان انا تعبان فاذا طب ما انت لو لو ده خد علاج ما القصه دي خلصت يعني احنا بدل ما ندخل في ديلين من هل ده ايمان او عدم ايمان طب ما تدي له دواء بعدين إن... واحد هيقبل على الانتحار احيانا يزودوا عليه المأساه يقول له موت كافر فيبقى هو اصلا عايز مش, مش عارف يروح فين انت يعني عليه ده انت بتدفعه دفعا انت عندك في مصر النهارده 17 مستشفى نفسي كبير كبير موفره وزاره الصحه عندك الجامعات كلها فيها اقسام طب نفسي او مستشفيات طب نفسي مم. في الجامعات القصر يعني في مستشفى الازهر في مستشفى الدمرداش بيعملوا مستشفى عالمي مم. حاليا تحت الانشاء مستشفى عالمي للطب النفسي اللي هو مركز الدكتور عكاشه النهاردة انت عندك كل القوات المسلحه فيها مستشفيات طب نفسي <applause> وواحده في الاسماعيليه يعني ثلاثه <applause> يعني انت عندك كل ده متوفر <applause> احنا بنقول للمريض روح الدوله بتديك العلاج بخمسة جنيه ولا بجنيه وبتديك علاج <applause> العلاج ده ممكن يكون سبب ثمنه 2000 جنيه والدوله بتصرفه وما بتقولش لا احنا بنقول لك روح عندك مشكله حاسب ابنك فيه مشكله بنتك فيها مشكله توجه لاقرب مستشفى نفسي عندك العلاج أنا بقول لك بجنيه 2 جنيه بتاخد العلاج مم. يعني الدولة طب أنا النهارده راجل مكحف الدولة أقدر أعمل إيه تاني؟ مم. يعني أنا كدولة أعمل إيه تاني؟ أنا بقول لك بس روح مستشفى العباسية فيها دكاترة على مستوى عالي مم. في حلوان حتى الإدمان كمان حتى... وكل الحاجات دي علاج عندنا المستشفى في السويس بتاع ده المطار للإدمان الدولة بتوفر لك طب سريع يا عشان خلاص حلقة إزاي نتعامل مع المريض النفسي نخفف من عليه، الدور المحيط اللي حوالين الدعم ازاي ما نكونش عبء عليه كمان؟ حضرات المريض النفسي مريض فصام بياخد علاج فهو انسان طبيعي، م. مريض اكتئاب وبياخد علاج فهو انسان طبيعي، تعامل معاه زي ما بتتعامل مع نفسك، م. انا كلمه تطبطب عليه ولا لا والنبي ده ليه ظروف ظروف ايه ما عندوش ظروف او يصلي لك ركعتين مش عارف ايه ولا يا عم وا... كلنا, كله بنص... جميل. كلنا كله بنصلي كلنا بنصلي وكلنا, بس وكلنا بنعبد ربنا مش حل يعني. والله <applause> المريض مش بعيد عن ربنا آه. احنا بس كل ما فيها نلتزم بالعلاج المرض النفسي مرض عضوي حضرات وحيات ربنا مرض عضوي آه. تغيرات كيماوية عايزه دواء اديله الدواء اذا هو كويس النهارده هذه الاضطرابات والمشاكل اللي بنشوفها احنا مشكلتنا إن مش عايزين ندي علاج أو لو أعطينا علاج عايزين نوقف بسرعة وبنسيب المريض يتمادى ويخطئ وفي بعض الناس ودي برضو أنا آسف إني هطول عليك في الحتة دي بيرتكب بعض الأخطاء اعتمادا إن أنا كنت مريض نفسي وهو عارف إنه هيرتكب خطأ المرض النفسي لا يعفي من المسؤولية إذا إلا إذا كانت المشكلة تحت وطأة المرض النفسي يعني النهارده أنت مش رحت تنتقل لواحد وتقولي أصل أنا كنت بروح عند رفو الدكتور رفو فلان من زمان وأنا مالي أنت كنت بتتعالج وخفيت أو ايه علاقة المرض بتاعك انك تروح تقتل واحد ملوش ذنب معاك؟ ده يعني مش غايب، انت وعيك على مش غايب اه لان في في ناس بيروحوا اول لما يرتكب الجريمه اصل انا عندي اكتئاب اصل انا عندي اصل يا حبيبي ماشي انت وقت ارتكاب الجريمه ايه علاقتها وده الله يفتح عليهم رجال النيابه العامه بارعين في ذلك. مم. لا انا اللي يهم وقت ارتكاب الجريمه وده الاهم مم. طالما هذه الجريمه تمت بدون وزع من المرض النفسي ليست تحت ضغط المرض اذا انت مسؤول عن تصرفاتك مفهوم جدا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وحديث شيق وممتع وانا اسف اني كلمت حضرتك في بعض البديهيات ولكن واضح انه في ناس عايزه تخلينا نتكلم في البديهيات تاني انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وصديق البرنامج دائما شكرا جزيلا نورتنا وبشكركم كمان مشاهدينا الكرام ان شاء الله نشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وطبعا بنتمنى السلامه للدكتوره بسمه محمد ان شاء الله تعود يعني بعد تحسن حالتها في اقرب وقت بشكركم الى اللقاء